أما هلأ رح ننتقل لفقرتنا الطبية لليوم. يعاني الكثير من الأشخاص بما يسمى بالضخامة اللثوية التي تعود إلى العديد من الأسباب، أكيد ممكن تكون مرضية وأحيانا ممكن تكون وراثية. أهم أنواع وأسباب هذه الضخامة، إمتى بتكون مزعجة هذه الضخامة وكيف فينا نحن نعالجها؟ أكيد أجوبة لأسئلة رح يجاوبنا عليها الدكتور محمد أحمد علي، اختصاص معالجة أسنان. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. الخير والمحبة إن شاء الله. يسعد صباحك دكتور ونهارك حلو يا رب ببدايته معنا. بالبداية موضوعنا عن تضخم اللثة، شو يعني تضخم اللثة وإيمت منحس إنه عنا تضخم ولا هي هيك بشكل عادي؟ هلا بالنسبة لتضخم اللثة لما بتوصل لحجم غير اللثة الطبيعية بيكون عندنا شيء اسمه تضخم. هذا التضخم بيختلف حسب درجة معينة، بيبلش صغير ممكن يوصل لمراحل مزعجة جدا بتستدعي تداخل جراحي بحيث انه نشيل هاي التضخم بشكل جراحي. بدنا نحاول انه هاي التضخم اللثي نبنده ضمن اربع بنود. عندنا اولا الضخامة اللثوية الالتهابية المزمنة، في عنا ضخامة لثوية ناتجة عن أدوية معينة ممكن ياخذها المريض، هلا نستفرد بكل حالة لحالها، وفي عنا ضخامات لثوية المرافقة لمرضى اللوكيميا، وفي عنا أخيرا الضخامات اللثوية المرافقة للحمل، يعني أثناء الحمل للسيد الحامل. يعني عدة يمكن فينا نقول أسباب ممكن تؤدي للضخامة اللثوية، ولكن بدنا نبلش هلا كيف فينا نحن نلحقها أو مثل ما بيقولوا من أول المعالج. كل أنواع الضخامات الأربعة اللي حكيت عنها، الوقاية الفموي، يعني الواحد يفرش أسنانه بشكل منتظم، يستخدم مضامد الفموي، هيك بيكون وفر، والوقاية خير من قنطار علاج. صحيح، بيكون وفر لحاله مراحل متقدمة. إذا بدنا نبلش نبند كل ضخامة، هلا بالنسبة للضخامة اللثوية الالتهابية يعني معالجتها ممكن بالمراحل الأولى تكون بسيطة عن طريق تقليح تسوية جذور، تقليح نظامي، السيطرة على اللوح الجرثومي من خلال مضامد نوصفها للمريض. إذا وصلت لمرحلة صارت مزعجة وتخبي جواتها سطح السن وتراكمات معينة، هون ممكن نلجأ للحل الجراحي، قطع اللثة عن طريق يعني في عندنا حلين، اما قطع لثة او رفع جيب او رفع شريحة عفوا. نعم. هاي بالنسبة للحالة الالتهابية. نعم. المزمنة، الضخامة الالتهابية المزمنة، وبنوصف للمريض اكيد مضامد فموية تحتوي على الكلوركسيدين، هاي كثير مفيدة بهيك حالة. بنجي للنوع الثاني من الضخامات اللثوية، ممكن نشوفها مع اثناء تناول ادويه معينه، فينا نختصرها بثلاث ادويه، مثلا مضاد الاختلاج، المرضى اللي بيضطروا ياخذوا ادويه مضاده للاختلاجات ممكن يصير عندهم ضخامات لثويه، المرضى اللي عم ياخذوا حاصرات اقنيه الكالسيوم، والمرضى اللي عم ياخذوا مثبطات المناعه. نعم. ممكن هدول الثلاث مرضى نتيجه الادويه اللي عم ياخذوها. نعم. يصير عنده ضخامات لثويه. كمان هون الضخامه بنركز على اول شيء انه نحاول انه نمنع ظهور الضخامه اللثويه من خلال اجراء المعالجات السنيه الطبيعيه، التقليح النظامي، استخدام المضامد مثل ما قلنا. وفي مرحله متقدمه اذا ما قدرنا نسيطر عليها ممكن باستشاره الطبيب العام تبع المريض ممكن نفكر انه نوقف الدواء بشكل مؤقت او نغيره. اذا ما فينا ووصلت لحجم معين صار مزعج للمريض بيستدعي جراحة، كمان ممكن نلجأ إلى الأسلوب الجراحي، قطع لثة أو رفع. نعم. تمام. دكتور خلينا نروح للحالات المستعصية أو الحالات المزمنة اللي ذكرتها حضرتك بآخر حديثك. يعني في مراحل بنوصل فيهم إلى جراحة، أو في مراحل ممكن إنه نحن توصل اللثة إنه هي تعمل يعني فيدباك بالأسنان، ممكن تضر الأسنان أكثر إذا ما عالجناها؟ هلا بالنسبة للضخامات اللثوية هي موضوع شائك ويعني وملبك لنا ولا المريض. طب وين اكثر شيء بتتضخم اللثه من؟ والله ما لها محل، ما في لها محل، ممكن باي منطقه لانه بتاثر على الناحيه الوظيفيه والناحيه الجماليه. ممكن توصل لمرحله تعطي رائحه كريهه حتى،
يعني تعمل مشكلة نفسية صحيح. للمريض. نلجأ للأسلوب الجراحي لما بتوصل لحجم، ما عاد فينا إنه عن طريق المعالجات التقليدي نعالجها، هون نلجأ للأسلوب الجراحي. نعم، يمكن كثير أشخاص بصير عندهم آلام بأسنانهم، هن بيفكروا سببها إنه السن نفسه أو الضرس نفسه، ولكن لا، بيكون أحياناً شيء باللثة، ويمكن هن ما عندهم يمكن إنه يقدروا يراجعوا الطبيب أو في ظروف معينة، ولكن قد إيه مهم الاستشارة الطبية، ولو كانت مثلا هلا صار عندنا نت واتساب، ممكن احيانا الدكتور اذا كان ما نقدر عن المريض يجي بظرف الكورونا، يعني بس بيستدعي حالة العلاج، ممكن يقول له ورجيني ممكن مضامد معينة، قديش مهم الاستشارة الطبية؟ والله الاستشارة مهمة جدا، ومثل ما حكينا سابقا انه يعني الواحد يتبع اساليب العناية الفموية، فرشاية اسنان على الاقل مرتين يوميا، وبركز لموضوع فرشاية الأسنان قبل النوم، يعني لأنه الجراثيم المسببة لالتهابات اللثة ولا للنخر تنشط بالفترة الليلية، بيكون المريض نايم 7-8 ساعات، الجراثيم بقى تنشط وتعمل مشاكل. نعم، منجي للضخامات اللثوية المرافقة للحمل، هاي نتيجة تغيير الهرمونات بجسم المرأة بشكل عام، ممكن يصير هيك ضخامات، ومن يعني من شاهدة كمية لا بأس بها. نعم، هون الوقاية خير من قنطار علاج مثل ما قلنا بالبداية. صحيح، أهم شيء إنه نشيل السبب اللي ممكن يعمل هيك ضخامة، حشوة سيئة مثلا، تلبيسة سيئة، نوصي الحامل باستخدام المضامد، بنبعد عن المضامد التي تحتوي على اليود، لأنه هاي اليود ممكن يأثر على الجنين، أكثر من هيك ما في بالنسبة للحامل. في عنا الضخامة الأخيرة فينا نقول المرافقة للمرضى، اللوكيميا، يبعدوا عنا وعنكم وعن جميع المشاهدين. هي ممكن تكون مزعجة أكثر شيء، لأنه ممكن توصل لمرحلة إنه بنسميها التهاب لثي تقرحي تموتي حاد، ومؤلم، حتى بيكون مؤلم للمريض. هون ما في إلا نلجأ للأسلوب تحت التخدير، كريات قطنية، نشيل النسج الطرية ونعمل تقليح مع تسوية الجذور، وبنوصف مضامد مثل ما حكينا سابقا. نعم. طيب دكتور، بالختام، يمكن كثير في سلوك نحن بنتبعه خاطئ هو بضر اللثة، منهم حضرتك ذكرتها من شوي، ولكن خلينا نحكي بالتحديد على الالتهابات، ان كان من الخراج والى اخره، عدم الاهتمام فيه قد ايه كمان هو بياثر على اللثة، وممكن يعني نحن في دنقوره صغيره بتطلع من الخراج، بعدين بتصير بتمتد اكثر واكثر اذا اهملت ايضا. هاي موضوع الحلقه انه الضخامات اللثوية، بالنسبه للخراجات هاي موضوع ثاني. الخراجات السنيه هاي بيكون على سن معين واحد او اكثر، نتيجه اهمال المريض على بيوجعه ضرسه، بيهمله، بيتموت العصب، بعد مرحله التموت بتجي جراثيم حتى تفكك العصب، بيتحول لمرحله خراج. هذه معالجته تختلف، هون في معالجات حاليا حديثه. بامكاننا نعالج الخراجات بدون ما نلجا لقلع الضرس، لانه بالمراحل المتقدمه ما بيفيد الا القلع، قلع الضرس تماما. دكتور، يعني نحن استفدنا كثير من هاي المعلومات اللي حضرتك ذكرتها، بدنا نشكر وجودك معنا، وبدنا ان شاء الله هيكون لنا حلقات ثانيه لنحكي عن مواضيع ثانيه اكيد بتهم جميع مشاهدينا. شكرا لك. اهلا وسهلا، وكل عام وانتم بألف خير وانت بخير وسادة المشاهدين الكرام. ميرسي كثير لك دكتور.